سباق الأوضاع الميدانية في العراق على أشده مع مواقف المسؤولين العراقيين، فلا تكاد المعارك العسكرية تستريح قليلا حتى يعاجلها قرار سياسي. فرئيس الوزراء العراقي نور المالكي ينسف بصيص الأمل الذي قدمه رئيس السابق للبرلمان العراقي أسامة النجيفي، الذي أعلن أنه لن يرشح نفسه لرئاسة البرلمان فترة جديدة، ليسهل على الأحزاب السياسية الشيعية مسألة اختيار بديل من المالكي. لكن هذا الموقف لم يمنع رئيس الوزراء من تأكيد جموحه بعدم تنازله أبدا عن الترشح لمنصب رئيس الحكومة العراقية لولاية ثالثة على التوالي، رغم الانتقادات الداخلية والخارجية المتصاعدة التي يتعرض لها. الملك اعتبر أن ائتلاف دولة القانون الذي قاده في الانتخابات الأخيرة وحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الأخرى هو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء. من جهته، وصف المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني فشل البرلمان العراقي في انتخاب رئيس له بالإخفاق الذي يؤسف عليه. السيستاني ممثلا بالسيد أحمد الصافي دعا في خطبة الجمعة إلى الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول واسع يمكنها من وقف هجوم المسلحين المتطرفين الذين يسيطرون على مناطق واسعة من العراق. ميدانيا، نقلت معلومات صحفية عن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أن الأخير لديه معلومات استخبارية شبه مؤكدة تفيد بإصابة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في غارة جوية للطيران العراقي نفذت ليلة الخميس الجمعة في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار، وأدت إلى مقتل عدد كبير من قيادي التنظيم. وغدت إفراج الجهاديين في العراق عن 32 سائق شاحنة تركيان، أفرج عن 46 ممرضة هندية خطفهن مسلحون إسلاميون الشهر الماضي في مدينة الموصل، وهن الآن في طريق العودة إلى بلادهن، كما أكد رئيس حكومة ولاية كيرالا الهندية.